لم تحمل كلمة الأمين العام لحزب الله جديدا، لكنها فتحت الباب أمام اقتراح عرضه السيد حسن نصر الله للمرة الأولى، مفاده غض الطرف عن سلاح المقاومة والتفرغ إلى تنظيم الأسلحة الخفيفة المنتشرة بين الأحزاب والعشائر، ما استدعى ردا من الخصوم السياسيين يحذر من أن يساوي الاقتراح بين سلاح الجيش اللبناني والأسلحة الحزبية والعشائرية. نحن في موضوع السلاح، في موضوع العلاقة مع سوريا، في موضوع العدالة، في موضوع قيام الدولة اللبنانية، مش على ظهرك. نحن عم نقول لك خدنا بحلمك. اللبنانيين يمكن معتزين بكثرة سلاحك واللي اليوم تبهيت فيه، وفهمتنا انه بدك تلغي كل سلاح الا سلاحك. اللهم هل يشمل ذلك سلاح الجيش أيضا؟ أنت ما بدك حوار يشمل السلاح، وهكذا ما فهمناه منك اليوم. لا، الحوار سيشمل السلاح أولا وثانيا وثالثا. كلام نصر الله عن أحقية مطالب تكتل التغيير والإصلاح إلى جانب مطالبته بفتح ملف الشهود الزور، قابلها حمادي بالدعوة إلى بت قضية المطلوبين الأربعة للمحكمة الدولية، واصفا الحكومة بالمهزلة. هناك قتلة، متهمين، فالتين في الطبيعة في لبنان، فقبل أن تفتح ملفات اغلق ملف القتلة. وإذا كان هناك من شجاعة، ونحن نعترف للسيد حسن بشجاعات العديدة، الشجاعة الأساسية هي شجاعة الحكمة، والحكمة هي أن تبقى أنت وسلاحك وجمهورك وقوتك محاطة كالسمك في الماء وفي البحر اللبنانية وليس خارجها. وفيما يتعلق بسوريا، أكد حمادي أنه استنادا إلى المنطق التاريخي والميداني، فأن الشعب السوري هز السجن الذي كان مطبقا عليه، مؤكدا أنه سيخرج قريبا من بين قضبانه.